النجم عمر كمال، اهلا وسهلا فيك على راديو رابع. اهلا وسهلا فيكم، نورين والله حبيبي. تسلم. اليوم نحن في ابو ظبي، وطبعا عم نحتفل باليوم الوطني 51 لدوله الامارات. شو بتحب تقول لدوله الامارات وشعب دوله الامارات؟ انا البلد دي انا عشت فيها كثير واشتغلت فيها، ومصر والامارات دائما واحد، وعايز اقول لهم انا مصر وبعتز بذاتي وبحب الشعب الاماراتي، ما انساش محيط الشيخ زايد والروح انا ببعت دعواتي، شوف كم انجاز بالنور قايد في مصر باسم الشيخ زايد، في مدن ومعاهد ومداين انهار بالخير تجري يوماتي. يا رب دايما كده ايد واحده واحنا الاثنين كان واحد. الله يخليك يا رب. محلو الله يرشدك ودنا عامله جو. خبرني اول شيء كيف اخذت هي الخطوه، في حد نصحك ولا انت على طول اجت ببالك وعملت؟ والله انا يعني عايز اعمل لوك جديد، اغير من شكلي، اخس شويه بتاع، فجربت ان انا اعمل كده والموضوع لقيته شكله ظريف، فليه لا. زمان كنا نشوف الممثلات والفنانات المطربات بشكل عام كانوا يعملوا عمليات تجميل. هلا صرنا الشباب صاروا يعملوا عمليات تجميل. لا طالما عملت عمليه تجميل الاساس مش بس عايز اول مره في حياتي اقول الكلام ده، مش عايز اخد في الكلام ده كتير. الاساس بتاعها كان طبي، انا كان عندي ديفو معين في وشي، ده حقيقه، وسافرت بلاد كتيره، جربت كذا اعمل كذا شكل معين في الموضوع، صدقني ما جابش نتيجه، الناس ما تعرفش ده عني على فكره، محدش يعرف ده. وكان لازم لما اروح حفله او 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 حاجه اروح اعمل ميك اب عشان اداري الدفو المعين. فلما رحت لحد قال لي عمر ممكن جدا نعمل يعني زي هنا مثلا، هنا يعني زي زراعه ونظبط وهداري الموضوع المعين ده، فعملت منها نيو لوك ومنها اعمل كده. بس الناس، في ناس قالت لي كويس، في ناس طبعا بتتريق وبتنتقد. انا ازاي بتتعامل معهم الناس اللي بتنتقد؟ الناس فوق راسي كله، بعتبر الجمهور صاحب فضل عليا بعد ربنا. اللي شايفني كويس بقول له الحمد لله، واللي بيتريق وبتاع قول بكره اشوف الشكل وممكن نيولوك يعجبه، برضه بحبه فوق راسي وبحترم الناس كلها، مش برضه عادي حد يعني. عمر متى هتتجوز؟ لما ربنا يريد والله. حمو بيك قاعد عم ينقف وراسك اليوم، شفت الفيديوهات هتتجو شو قصه 30 مليون اللي مخبي يوم هدول؟ مش عايز تنبسط بحياتك ولا ايه؟ احنا بنهزر. لا والله العظيم خالص، 30 مليون دي بهزر، هو بيهزر. والله انا والله كان ليا كذا تجربه، كلهم ناس كويسين، بس ممكن في الاخر بيحصل عدم توفيق من ربنا، الموضوع مش بيكمل لحد الاخر، وكل واحد ربنا بيكتب له النصيب. لكن انا نفسي بجد والله ربنا يكرمني بنت الحلال واستقر. استقرار حاجه حلوه جدا، وهينعكس على حياتي الفنيه والشخصيه، اللي انا اكيد لما الاقي انسانه هبقى اهدى اكتر وهفضل اركز وتفكر معايا في حياتي. والله لما الاقي بجد ورب البنت الحلال وربنا يكملها الاخر اكيد هتجوز. والدتك مش هتنقى عليك يلا يلا يا عمر؟ لا بتقول لي نفسي يا عمر تتجوز وترتاح، لان انا انت تعبت في حياتك كتير وبتساعدنا كتير وبتاع، اكيد بتقول لي، بس مش زنانة عشان اعرف ان ابنها يعني دماغه كويسه، ولما الاقي حد يقول يلا من غير تردد ان شاء الله يا رب. طيب خلينا ندخل، الصحافه كتير كتبت هنشوفك في التمثيل، هتدخل تجربه التمثيل سواء كان في السينما او في الدراما، في شيء جديد؟ في فيلم ان شاء الله في نص السنه اسمه ساعه اجابه، في نجوم كتير مع النجمه الكبيره غادة عادل والنجمه نبيلة عبيد والنجمه ايتن عامر والنجمه حنفتح والنجمه انتصار، كتير قوي نجوم ان شاء الله. خلصت دوري فيه، ده اول تجربه لي في التمثيل، ان شاء الله ينزل نص السنه، في اجازه نص السنه. دراما كوميديا؟ لا متهيألي كوميديا، وكمان جمهور عام متاح للناس كلها، الفيلم ان شاء الله يعجب الناس ونعمل حاجه حلوه ان شاء الله يا رب. بعد اغنيه الونش للنجم محمد رجب في شيء عم تحضره هلا؟ ما شاء الله عندك قطر وعندك سعوديه حفلات. عندي ان شاء الله بكره قطر ان شاء الله، وبعد بكره عندي السعوديه. في طبعا في نص 12 عامل اغنيه حلوه قوي، انا بحس ان انا في الحالات بعجب الناس، زي الغربه، زي ابويا، زي اخويا، عملت حاجات كتير عجبت الناس. انا بعمل اغنيه عن الاخت اسمها اختي، ان شاء الله تنزل تعجب جدا الناس، وان شاء الله في اخر 12 في اغنيه لوحدي ان شاء الله اسمها ساحر، برضه تجربه حلوه تعجب الناس باذن الله. ان شاء الله يا رب. بدي كلمه اخيره لمستمعي راديو الرابع. على فكره انا بسمعكم بجد، كنت مقيم في الامارات من سنتين ثلاثه او اربع سنين في الحوالي، كنت بسمعكم على طول لما اركب عربيه اصدقائي. انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده، وان شاء الله استنوا الجديد هيعجبكم ان شاء الله باذن الله.